تبادل جيش الإسلام والقيادة العامة للغوطة الشرقية الاتهامات بخصوص تجدد الهجمات والاقتتال بين الفصائل في عدة بلدات بغوطة دمشق الشرقية. وكان جيش الإسلام قد اقتحم أمس بلدتي مسرابة ومديرة في الغوطة الشرقية عقب اشتباكات مع فصيلي فيلق الرحمن وجيش الفسطاط في المنطقة أدت إلى سقوط قتلى من الطرفين. وفي المقابل استغلت قوات النظام تجدد الاقتتال بين فصائل الغوطة وشنت هجوما بريا على بلدتي بالا وزبدين مدعومة بتغطية صاروخية ومدفعية وسيطرت خلاله على نقاط في تلك المناطق. نتابع التقرير ونعود للنقاش. ليست أصواتا لاشتباكات مع قوات النظام، إنما هي اشتباكات بين فصائل كان هدفها الرئيسي قوات النظام. جيش الإسلام اقتحم أمس بلدتي مسرابة ومدرة في الغوطة الشرقية عقب اشتباكات مع فصيلي فيلق الرحمن وجيش الفسطاط في المنطقة أدت إلى سقوط قتلى من الطرفين، فيما تحدثت مصادر ميدانية عن استعادة فيلق الرحمن السيطرة على بلدة مدرة، إلى أن الاشتباكات لا تزال على أشدها في بلدة مسرابة لتخرق بذلك هدنة تم التوصل إليها سابقا برعاية من مشايخ ووجهاء الغوطة. خرق تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنه. جيش الإسلام وفي بيان له قال إن عناصر تابعين لفيلق الرحمن وجيش الفسطاط هاجموا مواقع له في بلدتي مسرابة ومدرة، وإن عناصره اكتفوا بالدفاع عن مواقعهم. جيش الفسطاط نفى الاتهام عن عناصره موجها أصابع الاتهام لجيش الإسلام بخرق الهدنة والهجوم على مقراته وقتل واعتقال عدد من عناصره. الهيئة العامة للغوطة والتي كانت راعية اتفاق التهدئة أصدرت بيانا ناشدت فيه القادة الاحتكام لصوت العقل وحقن الدماء وإعادة توجيه البندقية نحو العدو الأوحد نظام الأسد وحلفائه. ورغم خطورة الموقف الذي تعيشه الغوطة في ظل الحصار والخلاف بين أكبر فصائلها الثورية، إلا أن قادة هذه الفصائل اكتفوا في كلمات موجهة لأنصارهم بتبادل الاتهامات بخرق الهدنة والسعي لفرض أنفسهم قادة للغوطة وتحييد باقي الفصائل دون تقديم أي حلول لنزع فتيل الأزمة. أزمة استغلها النظام أفضل ما يكون، فبينما تستمر الاشتباكات العسكرية والإعلامية بين جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وجيش الفسطاط من جهة أخرى، استغلت قوات النظام حالة الاقتتال وشنت هجوما على بلدتي بالا وزبدين بتغطية صاروخية ومدفعية، ونجحت بالسيطرة على بعض النقاط في بلدة زبدين محاولة فرض واقع ميداني طالما حذر أهالي وناشطو الغوطة من خطورته، ما دفعهم للتظاهر مطالبين القادة بالاحتكام لصوت العقل والبحث بينهم عن رجل رشيد يحقن دماء إخوة السلاح ويعيد توجيه البندقية نحو العدو الأوحد نظام الأسد وشركائه الطائفيين. ينضم إلي الشيخ أحمد الصياصنة إمام المسجد العمري في درعا سابقا من الدوحة عبر الهاتف، والسيد مصطفى السيد كاتب صحفي من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية، وسيكون معي من الغوطة الشرقية مباشرة القاضي أبو يوسف عبد العزيز وهو عضو في لجنة الصلح بين الفصائل المتقاتلة. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. سأبدأ معك فضيلة الشيخ الصياصنة، بداية ما الذي يمكن أن تقوله لجيش الإسلام وفيلق الرحمن وجيش الفسطاط المتقاتلون الآن في الغوطة الشرقية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله إننا لنشعر بالأسى وبالأسف ونشعر بالألم، لأن الإخوة يقتتلون فيما بينهم ويوجهون السلاح إلى صدر بعضهم. نحن نتألم ألما شديدا لأن هذه الظاهرة تكررت في سوريا مرارا، تكررت في حوران، وها هي الآن تتكرر في الغوطة، وتكررت في إدلب. نحن نأسف، نحن نتمنى على الإخوة أن يحكموا العقل وأن يحكموا المنطق وأن يحتكموا إلى العقل. لا يجوز للثوري أن يرفع السلاح في وجه الثوري. الدم السوري الثوري على الدم على السوري الثوري حرام يا قوم. نحن عدونا الوحيد والأوحد هو النظام. نحن الحلال علينا أن نقاتل النظام،
ويجب أن نقاتل النظام، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي فصيل من الفصائل أن يرفع السلاح في وجه فصيل آخر. هذه ظاهرة سيئة وظاهرة شاذة، نتمنى أن تنتهي ونتمنى أن تزول. نعم نتمنى أن تنتهي، نتمنى أن يكون هناك حكماء في البلد يضعون الأمور عند نصابها. أليس منكم رجل رشيد؟ نتمنى أن تكون هناك لجنة أو أن يكون هناك علماء يقومون بالتحكيم بين الطرفين وبإيقاف كل طرف عند حده. لا يجوز لنا أبدا أن نقتتل، ولا يجوز لنا أن نختلف. نعم أن نختلف في الرأي، لكن الاختلاف لا يجوز أن يتحول إلى الاقتتال. هذا أمر لا يخدم إلا النظام. طيب ونحن أقسمنا بالله أن نقاتل هذا النظام حتى نتخلص منه. فضيلة الشيخ، بما أنه هي كلمتي. نعم نعم، بما أنه أو أوامر الاقتتال والهجوم والاشتباكات هي عم يقوم بإعطائها القادة هم اللي سبب أساس هذا الاقتتال، العناصر الموجودة نعم. بكل فصيل، ما الذي يجب عليهم فعله؟ والله أنا أرى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في مثل هذه الحالة لا يجوز إطاعة القادة إذا كانوا يريدون أن يقتتلوا من أجل مصالح أو من أجل إمارة أو من أجل غاية شخصية. نعم أنا أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، خصوصا وأننا جميعا سوريون وأننا جميعا ثوريون وأننا جميعا مسلمون، فكيف نقتتل فيما بيننا؟ كيف يقبل الإنسان على نفسه أن يصوب السلاح إلى صدر أخيه المسلم، أخيه الثوري الذي يقاتل النظام مثله؟ أنا نعم. أقول لا يجوز أن نطيع هؤلاء، لأن هؤلاء لا يقاتلون من أجل مصلحة الوطن ولا يقاتلون من أجل مصلحة الأمة، وإنما يقاتلون من أجل غايات شخصية ومن أجل مصالح فئوية ومن أجل رايات معينة، ونحن نرفض هذا كله. نحن نتمنى أن تكون في سوريا قيادة موحدة للجيش الحر وللفصائل تحزم الأمر وتضع الأمور عند نصابها وتضع كل إنسان عند حده. هذا ما نتمنى. كان فضيلة الشيخ أحمد الصياصنة إمام المسجد العماري في درعا سابقا، كنت معي من الدوحة. الله يسلمك. أذهب الآن مباشرة إلى الغوطة الشرقية، ومعي من هناك القاضي أبو يوسف عبد العزيز، عضو لجنة الصلح بين الفصائل المتقاتلة. أهلا بك أبو يوسف. يعني بداية أستاذ أبو يوسف، يعني عملية الصلح إلى أين وصلت؟ لماذا عاد وتجدد هذا الاقتتال بين الطرفين؟ أهلا وسهلا أنس رولا. عملية الصلح لا زالت في مراحلها الأولى. الحقيقة أن الاقتتال تجدد بسبب عدم وضوح الرؤية بين الأطراف من حيث الصلح. ليس هناك لجنة مختصة كانت يعني ظاهرة وواضحة في تحديد معالم هذا الصلح ومن هو المسؤول عنه ومن يقوم عليه. لذلك حدث عدوان حقيقة من أحد الفصائل على فصيل آخر، وهذا العدوان يعني تسبب بأزمة كبيرة وتقسيم في الغوطة الشرقية. كانت هناك كما ذكر تقريركم نشاطات وجهود بذلت من وجهاء الغوطة ومجالس أمنائها وأهاليها وشيوخها لحل هذا النزاع، لكن لم تتوضح الرؤية بحيث أن هذه الوفود كانت تأخذ من أحد الأطراف معالم الصلح. لم تعطي نتيجة. السبب الأساسي للخلاف من خلال وجودك بلجنة الصلح، يعني شو العقبة الأساسية بين الطرفين؟
الآن سيدتي لجنة الصلح هذه التي اعتمدت من قبل القيادتين هي لجنة جديدة، لم تلتقي بالقيادتين بعد، لكن طالما أن القيادتان وافقتا على هذه اللجنة فهذه بادرة يعني أراها إيجابية جدا، ونحن نلمح منها بإذن الله عز وجل حلولا قريبة بإذن الله. طالما أن القيادتان وافقتا على هذه اللجنة فهذا يعني أن القيادتان أدركتا ضرورة التوجه إلى الصلح بإذن الله عز وجل. في الحقيقة أنا لابد أن أوضح يعني تعقيبا على كلام الشيخ أحمد الصياصني حفظه الله عندما قال يعني أن هذا الاقتتال الداخلي لا يجوز شرعا، وهو حقيقة اليوم أنا وقفت على سطح أحد الأبنية وشاهدت حريقا في المنطقة الوسطى في منطقة مسرابة، وأحزنني جدا هذا المنظر، يعني أن أرى بلادي تحترق على أيدي أبنائها، أن أسمع بوجود شهداء ومصابين من الطرفين بأيدي إخوانهم، فهذا والله أمر عظيم. وما أصيبت الغوطة على الإطلاق بمصيبة أكبر من هذه المصيبة التي نعيشها اليوم، هذه الغوطة التي ظلت صامدة على كل عدوان طوال 5 سنوات متتالية، واجتمعت عليها دول بأكملها لتجتاحها، لكنها كانت دائما الصخرة التي تكسر عليها كل عدوان وكل طغيان، فكانت قوية بفضل من الله عز وجل أولا، وبفضل تماسك أبنائها وتعاونهم على هذه الجبهات ثانيا. لذلك لا بد من التوجه إلى هذا الصلح، والصلح أصبح ضرورة حتمية بل فريضة شرعية يجب أن ينصاع إليها جميع الأطراف حقنا لدماء أبنائها، وأن يوحدوا جهودهم جميعا ليقاتلوا العدو الأوحد والظالم الذي هو النظام الذي طيب. ظلم الغوطة وظلم أهل سوريا جميعا واعتدى على حرماتهم. عن يعني الأساس المشكلة شو هو قبل الاتهامات المتبادلة بموضوع مين اعتدى على مين في البداية، الأساس الحقيقي لهذه المشكلة بين هذين الفصيلين. اسمح لي أروح للسيد مصطفى، السيد كاتب صحفي من اسطنبول من هناك مباشرة. سيد مصطفى، حضرتك متابع لموضوع الغوطة وما يجري من اقتتال بين هذين الفصيلين تحديدا جيش الإسلام وفيلق الرحمن، وأيضا موجود معهم جيش الفسطاط. يعني السبب اللي هو أدى لهذا الخلاف، هل يستدعي هذا الاقتتال فيما بينهم؟ هل في سبب جوهري حقيقي أم أنه المشكلة فقط صراع نفوذ، صراع سلطة بين قادة هذين الفصيلين؟ الحقيقة كل الأطراف الثلاثة المتصارعة الآن في الغوطة هي أطراف ملعوب فيها في هذا المجال. هذه الأطراف لديها معلومات ضعيفة عما يجري فيما بينها، لذلك مطلوب وبشكل فوري غرفة عمليات مشتركة للأطراف الثلاثة توضح خطوط النار الموجودة الآن وتوضح الطريق إلى وقف هذه الاشتباكات. إضافة إلى ذلك مطلوب لجنة مراقبة أهلية لوقف إطلاق النار والوقوف عند الاتفاقات التي يتم اعتمادها. ثلاثة، اعتماد لجنة الخبراء والوجهاء التي اتفق عليها أهل الغوطة كلجنة إشراف وإفتاء حول المسائل التي تعني كافة الأطراف. إذن مطلوب لجنة تشرف بشكل دقيق على ما يجري، مطلوب وقف الاشتباك الإعلامي والتحريض الإعلامي بين الأطراف على الاقتتال الداخلي، يعني الكل محاصر، بدل أن نعمل الآن على فك الحصار وإدخال الأغذية والأدوية إلى الغوطة، نحن نحاول جهتنا الآن أن نفك الاشتباك بين الأخوة المتقاتلين في الحارة. يعني الآن بعض الفصائل هناك أخوة على المتقابلين على فيما بعد في خندقين مختلفين والنار بينهما. المستودع اللي شفنا الحرائق تبعه هو مستودع بشق الأنفس، تم تزويده بالأغذية وبعض الأدوية للمنطقة، أصبح هدف من هذه الأطراف. هذه الأطراف الآن لا تقاتل لمصلحة أهل الغوطة، أهل الغوطة هم أصحاب القرار، يجب على كل القوى المتقاتلة سحب النار من التداول والعودة إلى العقل وتشكيل لجان أهلية تتخذ هي القرارات التي ينفذها المقاتلون. المقاتلون ليسوا أصحاب السلطة ولن يكونوا أصحاب السلطة، هم مدافعون عن حقوق أهلهم. ليس من حقوق أهلهم أن تقتتل هذه القوات، وليس من حقوق أهالي الغوطة أن تشتبك الناس فيما بعضها ويقع طيب. هذا العدد الكبير من الضحايا. المجتمع علينا المدني أن نبذل كل الجهد لبناء سلم أهلي
نعم. المجتمع المدني بذل جهد كبير في هذا الإطار بكل الناس. نعم. من خلال عليهم بقاء اعتصامات في الساحات الى حين. نعم. الفكره بس اللي بدي اقولها انه هم المجتمع المدني في الساحات كلها بذل جهد كبير لإلزام هذه القوى التخلي عن خيار العسكري. بيني وبين ضيفي من اسطنبول مش هيك بين كانه عم قاطع بس هو بده وقت ليوصله كلامي. القاضي ابو يوسف، يعني المجتمع المدني بذل جهد كبير في محاوله اخماد هذا الاقتتال الحاصل سواء من خلال اعتصامات او حتى مناشدات، يعني شو السبب اللي مخلي الموضوع يكبر لهالدرجه؟ شو الخلاف الجوهري بين الفصيلين وحضرتك موجود على الأرض هناك؟ هل هو فقط الموضوع مقتصر على أنه فصيل بدأ وهجم على موقع فصيل ورجع هن الفصيل الثاني رد، ولا في خلاف مختلف، في خلاف أكبر من هيك عم بيصير؟ الحقيقة لا يوجد خلاف يعني جوهري واضح بين الفصائل. أنا أستطيع أن أتكلم عن وجهة نظر أحد الفصائل التي يعني أعيش وأتحاور معها بشكل مستمر. أما الفصيل الآخر الموجود في الغوطة فأنا لم أسمع منه سوى ما سمعه جميع أبناء الغوطة من بيانات تصدر على العلن بشكل لا يوضح حقيقة المشكلة. المشكلة بالنسبة لي كمشاهد داخل الغوطة أسبابها ضائعة بين شيئين مهمين. أولهما يتحجج الفصيل الآخر بحادثة اغتيال حدثت لأحد اللي هو فيلق الرحمن، تقصد الفصيل الآخر هذه سيد أبو يوسف؟ نعم الفصيل الآخر تقصد فيلق الرحمن. شو تكلمتي تفضلي؟ فيلق الرحمن تقصد؟ نعم فيلق الرحمن فيلق الرحمن ليس وحيدا، تحالف معه جيش الفسطاط الذي هو مشكل من فجر الأمة، فصيل فجر الأمة في مدينة حرستا وجبهة النصرة، فهم شكلوا تحالفا من الفيلق والنصرة وفجر الأمة ليقولون ليحددوا الجاني في عملية محاولة الاغتيال. هذا الأمر حقيقة لا يجوز أن ينادي أحد الفصائل لتطبيق حكم صادر عن محكمة شكلت بإرادته وبأمره توافق عليها من الطرفين، محكمة شكلت على قياسه هو ليصدر منها الأحكام التي يريدها والتي تناسب سياساته. لا بد للمحكمة حتى تكون مقنعة لجميع الأطراف وتكون مقنعة لأهالي الغوطة أصلا أن تكون محكمة متعارف عليها بأنها محكمة حيادية منفصلة، وهذا ما لم يتحقق في المحكمة التي شكلت. فلا نستطيع أن نعزو هذا العدوان إلى قرار المحكمة، وأصلا قرار المحكمة عندما يصدر قرار محكمة معين وأنا أعمل في القضاء وأعرف لابد من تبليغ مهلة مطلوب لهذه المحكمة، هذا بفرض أن هذه المحكمة كانت شرعية، لابد من إعطاء مهلة 3 أيام لتسليم مطلوبين أو لتطبيق حكم معين. هذا لم يحدث، ظهر قرار التحقيق والذي هو مجرد قرار اتهام مساء ليلا، وفي الصباح كان هناك اعتداء من قبل التحالف المكون من فيلق الرحمن والنصرة وفجر الأمة. الأمر بدا لجميع أهالي الغوطة وكأنه أمر مدبر بليل، وكأن عملية الاغتيال هي عبارة عن شماعة للقيام بهذا العدوان. هذه نظرية وبيانات أخرى عند فيلق الرحمن قالت أن جيش الإسلام اعتدى على مقرات لها في الغوطة وهي ترد الصاع بصاعين، فتأخذ مقرات جيش الإسلام في المنطقة الوسطى وعلى حدود دمشق، وهذا أيضا يعني لا يبيح على الإطلاق حالة العدوان الكبيرة التي أدت إلى هذا الانقسام وهذه المقتلة العظيمة. طيب كان أولى أن يطالب الجميع بمحكمة عادلة لتفصل في هذه المواقع التي اختلف عليها، وهل يجوز الخلاف على حجر وأبنية أن يؤدي إلى هذا القتل العظيم الذي صار في الغوطة الشرقية؟ عم تسمعني أبو يوسف؟ طيب أبو يوسف ما بعرف إذا عم يسمعني ولا لا. أشكرك على كل الأحوال القاضي أبو يوسف عبد العزيز عضو لجنة الصلح في الغوطة الشرقية، على أمل أن يعني يكون هناك نتيجة من خلال هذه اللجنة الجديدة المكلفة بعملية الصلح بين الطرفين. وأشكر من اسطنبول مصطفى السيد كاتب صحفي أيضا على هذه المشاركة. نذهب إلى فاصل.